عسليم. سلام خويا لاباس. لاباس عليك الله يعينك. عايش وخير الله يرحم والديك. عايش خويا. انت يعني تقريبا كل يوم نشوفك متعدي من شارع الحبيب بورقيبه تلمت في دبابز، ربي يعاونك. عايش وخير يرحم والديك. يعني اخترت انك تخدم الخدمه هذه، تخدم انت كيفاش؟ احكي لنا. نخدم في الخدمه هذه خاطر ما فماش خدمه جمله. نلم في دبابز هاي. نلم في دبابز باش ما نسرقش وباش ما نتلزش نعمل حاجات نقعد ندم عليها. يعني حياتي قرايه ما قريتش. خاطر ظروف معناها ما سمحتليش باش نقرا، فهمت؟ خدم ما نكذبش عليك، انا صغير وطايش وما لقيتش شكون يرجعني. يعني عشت عيشه تاع تمرميد، سرقه، حكايات فارغه، فهمت؟ تلزيت معناها مشيت سرقت متاع الناس، مشيت للحبس. غلطت في حياتك غلط يعني وانت صغير؟ غلطت فهمتني، رجعت ما لقيت ما نخدم. معناها خدمت مرمى، المرمى مرة تخدم مرة ما تخدمش، ما فماش. توا فهمتني يعني نخدم في هذيا وكاهو راضين بالقليل حتى ربي فهمتني يفرج علينا وكاهو. قديش عمرك؟ عمري 33 سنة. ما زلت برشا حابس في تونس. هاو يعرف هذوما يعرفوا يعرفوني. هذوما ولاد حومتي ويعرفوني معناها كيفاش عشت. انت اليوم اخترت انك تخدم يعني بشرف، تخدم نهارك ما عادش وقت اصلا معناها باش تمشي تسرق ولا باش تمشي تنطر ولا باش تمشي تعمل موضوع، فهمت؟ ما عادش وقت الحكاية هذيك. عندي امي عندي بابا نصرف عليهم، ومش كذب زاد هذايا راهو معناها امي وبابا نصرف عليهم، فهمتني؟ معناتها نجم نمشي انا نتبراكي ولا نجم نمشي ننطر. اليوم منعت غدوة ما نمنعش انا. شكون معناها باهم امي وشكون فهمتني بيها بابا زاد معناها ماناش ملاك، كان جينا ملاك ما يسالش. معنا ناس يعني كارين فهمت كيفاه. والكراي معناها ما نكذبش عليك انا مش نخلي امي وبابا اليوم باش نمشي نسرق انا ويشدني فهمتني الحاكم، باش نخلي امي وبابا ما علينا من لغه البركاجيات ولغه هذيك، هذه خاطر نعرفوه طريق ما عنده وين يوصل وطريق خايب. انت توا قديش تخدم انت اليوم؟ قديش تصور في النهار؟ يعني نخدم من 8 نتاع الصباح حتى 9 نتاع الليل. نصور 27 37 كل مره كيفاش فهمت كيفاه. يعني ما فوتش 37000 نقعد نمشي ريت ندور نمشي ونجي نمشي وندور بوبالات الكل نتاع تونس ندور عليه. وهكا تشوف لا كوماندوات لا ماسك لا حد شيء بستر ربي واحد فهمت. باش فهمتني لقيت واحد حويجها وينجم فهمتني يدفع الكريم مع دارهم باش ينجم يعيش مع العباد، ينجم فهمتني يتحرك. وهذاك هو اما برشا شباب كيفك اختاروا انهم يحرقوا وشدوا البحر باش ما يخدموش. يقول لك انا ما نخدمش المرمى، ما نلمش الدبابز، ما نخدمش نخدم الاخرى. فما عباد بالنسبه لي انا هاني نخدم 14 سنه حابس ولد حوم. ولد حوم ولد حوم تي ما عادي برشا حابس الراجل. وقت تشوف فيه العباد ما عادش تحب تمشي للحابس، تشوف فيه فاش يلم نورمالمون هذا معدي 13 14 سنه نورمالمون على الاقل عملوا له حكايه عملوا له حاجه برشا. راي مش كان هذايا راه عندنا برشا منهم الحكايه هذام. اما خير يحرق ولا يقعد في تونس شنو يعمل؟ قال يعني اخترت نخدم هوني بشرف ما عادش نرجع للحابس باش ما عادش نعمل حاجات اخرى. مازال 10 سنين اخرين حابس هذا نجم يعديهم. مازال تعبت تعدي الحابس ما عادش قلت لهم تو وقت فلوس صاحبي فهمت. تو هذا مازال باش يعدي حابس براكاجيات مازال عمره نتاع براكاجيات ولا مازال عمره نتاع سرق ما عادش وقت ما عادش فهمت. تو ريت شنيا نتاع واحد لازم صاحبي ياكل خبز هكايا ويروح يرقد خير من اللي يمشي للحابس. بطاقة تعريف 33 سنة ما عنديش أنا في البلاد هذه. تو ما عندكش بطاقة تعريف؟ ما عنديش. هاك تشوف فيه إنسان مبان معناها مجرم أنا هكا. مبان إنسان نخدم على روحي. في النهار نتوقف 7-10 مرات كل يوم هذه. وأنت تلمت في دبابز يوقفوني؟ وأنا نلم في دبابز يوقفوني. فما ولاد الحلال يعيطوا لي يمدوا لي كاسكروتات، فما ولاد الحلال يمدوا لي فلوس، فما واحد فهمتني يغزر لك خزرة ماشي خايبة، وكل واحد حاسيله كيفاش، فهمت كيفاه؟ فما الراجل وفما الحقار من الآخر نحكي لك صح، فما الراجل وفما الحقار، فما اللي يعمل خير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنت سيد الرجال تو تخدم يعني تنطر في نهارك، تخدم بأنفة، ما تتنحش متاع الناس. لا لا ما نسرقش، هذه حاجة متاع سرقة نحاها من راسك. حكايه فارغه سرقه تاويك حكايه فارغه. شنو باش نسرق انا؟ باش نسرق تليفون؟ ما نفوتش ربع ساعه ما تعرفش عليهم كيفاش يشدونا بالحكايه هذه. قديش 7
يبقى وقت يعني باش انا من 8 ل 9 من 8 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل، وانا ندور باب الجزيره نمشي حتى لافايات ونعاود نرجع لباب الجزيره ونعاود نخرج لافايات ونعاود نمشي لباب الجزيره وكلها ندور عليها بوبالات باش نلم فهمتني عشايه وعشايه معناها امي وبابا وكرا وماء وضو. وين في ما عنديش باش نلم وانا موتور ما تلمش فلوسها 27 30 الف. انت وين تهز تبيع؟ انا ريتني نجي من حي هلال ندور حتى لافايات ومن لافايات نروح حتى لحي هلال نقعد الساعه كندور باش نلم ومن بعد حاسين نروح بها هذه الحي هلال. حي هلال ولاد عيار هاي 8 كيلومتر ولا 9 كيلومتر من هوني برشا 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 وتعب وسعادي قدامي ونجري فهمتني باش نخلط نزيد وقت نجي مروح لازمتني نزرب زاده باش نخلط على الراجل نبيع له ما كانش يسكر ونقعد انا من غير مصروف. انت توا يعني وانت طالع على حي هلال هوني كلها يعني سعدات سعادي يعني. يا سعادي يا سعاده بالاخر نشوفوا من هون يعني انت توا كشاب تونسي ممكن اللي يتفرجوا فيك ما يصيرش يورونا ويوضحونا تحبذ انه يكون عندك موتور مثل تلمد عليه. يا انا امنيتي موتور مش امنيتي بالرسمي موتور اما نخدم هذه فلوسها ما تلمش يعني 30000 32000 37000 معناها نخلي 10000 انا لامي باش تاخذ منها شويه معناها فيح وطماطم نتاع فطور نص نهار والليل فهمتني معانا دخاني وقهوتي الصباح نقوم ريت اللي نخدم بها معناها من الصباح نمد نعاون بها دارنا ونبقى انا كاك فرانك ليها باش نكون باش نعمل حكايه فارغه ما رابح منها كوش كان تعب وسخر الخدمه هذي بلاد صعبه ما عادش توصل لشيء من الاخر. انت تو حتى لو انه شنو طلباتك؟ خليني نخليك الحريه. وليت على اعصابي وليت ديما نروح انا خويا طلباتي والله انا موتور عاونوني بموتور فهمتني هذاك هو لا حاجتي بدار ولا حاجتي بمراه ولا حاجتي بعرس ولا حاجتي بشيء حاجتي بموتور نسقات بها ناكل بها خبزه وكا هو هذاك اللي طالبه انا خويا من الحاكم من رئيس الجمهوريه من البلاد هذيا طالب موتور سنترواز ماهيش معناها موتور كبيره فيسبا وما نعرفش شنو هي طالب سنترواز خويا نعمل عليها برويته ونسقات نخدم على روحي ما عادش وقت نتاع حابس ما عادش وقت معناها نتاع قاعده في الدار ما عادش وقت نتاع قاعده في الحوم. اغزر لي يعني انت توا يعني قاعد تتعب صحيح وبالاضافه قاعد تعمل في خدمه واللي هي تنظف في البلاد. يعطيك الصحه ولكن ما فما شيء ما فما شيء. شو اسمك انت؟ اسمي عبد الرزاق. عبد الرزاق. عبد الرزاق الشريف. عبد الرزاق يعني الشريف. ان شاء الله كل المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا فيك يخفوا معاك ان شاء الله وياخذوا لك يعني موتور عاونوني بموتور انا حاسي بموتور. انت وين تسكن بالضبط؟ حي هلال انا ناجي 3050. 3050 كاري في حي هلال ناجي 3050 اللي يحب يعاونني راني مانيش طالب معناها فلوس ولا طالب دار ولا طالب تراب ولا طالب موتور تعاونوني بها خلوني نخدم على روحي هذاك شنو طالب فهمتني هذاك شنو طالب من العباد ومن الرئيس ومن الحكومه هذيا طالب منك اش كان موتور سنتروا تعاونني نحي بها تعب نتاع البرويته راهي برويته قتلتني بالرسم شويتني شاويان البرويته هذي تصور انت من روح بها انا الحي هلال نقوم الصباح ساقي سطر علي وظهري سطر علي وانا اكتشف فيا معناها ضعيف معناها مانيش معناها اكلي قوي معناها باش هذيا وما نزيد نعبي معاه هذيا باش نصور 37000 باش نعاون دارنا على الكرا وعلى الماء وعلى الضوء وعلى مشاكل الدنيا مصروف الدنيا غلت ياسر باش نكذب عليك خويا مصروف الدنيا غلت انت يعني حتى حسب جيرانك اللي تكلموا يعني تستحق الإعانة تستحق شكون يقف معاك إن شاء الله القلوب الرحيمة الكل تقف معاك يعني حتى يدك شوف بالله يوري للكاميرا شوف حتى يدي تحسه الإيدي تحسه منفخة عاملة كعبة هاي هاي كعابر هاي كعابر هذه كعابر مسامر هذيك نبدأ نعمل كاي يعني نبربش في الوحديات في الشكاير نبربش خاطر فما عباد زاد ما تحبش زاد انا ما يساعدنيش معناها نفرد شكاره مثلا تو نهار كيما هكا نتاع ريح تولي الكويغت والساشيات كلها تتفرد شنو نعمل؟ نولي ندخل يدي في الوحده نبدا نمس للي تضربني هاي ضربت هذه قزازه ريت هاك ضربت قزازه هذه مسمار من هنا مزدد بالله قرب شويه للكاميرا خلي يشوف الضربه نتاع يد هذه ضربه بقزازه هاي دايه من البرويته يداي تشوت عمري 32 سنة ما شفت شيء من الدنيا، عمري تعدى حرام هكاكا، لا عرس، لا مستقبل، لا صنعة، لا شهرية قارة، ظروفي مزمرة على الآخر، لا دار باش
عايش في الكراع، عايش ما نكذبش عليك، سامحوني اذا كان مش نكبر في الكلمه، عايش في هم كبير. انا مدمر بالرسمي مشاكل، راك تشوف معناها واحد وين وصل. معناها ما كنتش انا واحد من الناس، ما كنتش نتصور روحي باش نعيش هكا، فهمت؟ ما كنتش نتصور روحي باش نعيش العيشه هذه. هكا تشوف هذه عيشه، هذه بلاد. وينك يا رئيس الحكومه معناها اللي وقفنا معاك ودعمناك معناها، والتو احنا واقفين معاه، ولكن ما وش قاعد يشوف فينا جملك. تشوف معناها ظروف، راهي ظروف 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 ظروف، ما عاد الجمله. معناها نحكي معاك، راني نحكي معاك من داخل، مش كلام وبرا، نحكي معاك راني. الحمد لله الحمد لله، يعطيك الصحه. نعرف صاحبي، نعرف. طلباتك الاساسيه اليوم شنو الطلب؟ طلباتي اخويا يعاونوني انا بموتور، طالب موتور، طالب موتور يعاونوني بموتور، وهذاك اللي حاجتي بيها، فهمت خويا؟ هكا يعاونوني بموتور معناها باش نخدم عليه، نحي شويه عب من البرويته وكاهو.